مساء الخير وإلى حلقة جديدة من نماشط المساء. ضيف هذه الحلقة الصحفي والكاتب السياسي ميشيل توما. في أسبوع ابتعد التأليف ودخلت الصورة أكثر إلى التزامات دفع بها العهد وحزب الله إلى الأمام، إن لجهة استيراد النفط الإيراني أو لجهة إعادة الحرارة إلى العلاقات مع سوريا تلبية لطلب استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن. فالدخول من باب الطابع الاقتصادي للعلاقات يفتح الباب لإعادة تنشيط الاعتبارات السياسية التي حكما ستشكل عبئا على الرئيس المكلف، كما هو الصراع على الحقائب ذات الطابع الاقتصادي والمالي بين عون وميقاتي التي ستحدد مركز قوة النفوذ. وفي أسبوع دفع الاقتصاد فواتير التراجع الكبيرة، نسبة الفقر تخطت 75%، فتركت السلطة المواطنين لقدرهم يعيشون من قلة الموت في رحلة عبثية بحثا عن البنزين والخبز والدواء. هل ما زال التأليف بعيدا؟ من الرابح في وصول النفط الإيراني وإعادة التواصل مع سوريا الذي ما كان ليتم لو لم يكن هناك غض نظر أمريكي؟ هل اقتربت التسوية الأمريكية الإيرانية؟ في نشاط المساء نستضيف الصحفي والكاتب السياسي ميشيل توما في حلقة ستكون منقولة مباشرة عبر صفحتنا على الفيسبوك Voice of Lebanon 100.5. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك أستاذ ميشيل توما. تحياتنا لكم. سؤال الطبيعي اليوم، بعتقد أنه عايشين على الساعات، يعني 48 ساعة 24 ساعة، بس بالمبدأ هذا الأسبوع رح يكون في حكومة أو ما رح يكون في حكومة؟ هلا أنا اسمي توما. أنت أنا يمكن سنة كل فترة كل جمعة بنسمع إنه خلال هالجمعة وجمعة الجاي وبعد يومين وبعد ثلاث أيام ونحلت. هلا في من يومين طلع برا زيك جو تفاؤل، بس كمان صرت أنا مثل مرتومة، يعني ما بصدق يعني إلا ما أقشع صورة رسمية قدامي، يعني أنا ممكن هلا هاليومين في جو تفاؤلي. طيب. بكرة آخر تكة بأنه اختلفوا على وزارة الشباب والرياضة ومدري شو. أنا ما بصدق أنه خلال كل هالسنة كان الخلاف على وزيرين مسيحيين أو على حقيبة توزيع بعض الحقائب. أنا ما بصدق أنه هاي أساس المشكلة. هلأ ما في شك أنه فريق رئيس الجمهورية كان عم يحاول يحصل على مكاسب صحيح تأليف الحكومة، ما في شك. بس السبب الأساسي أنا برأيي بالمأزق الحكومي ما كان فعلا قصة توزيع الحكم، أنا برأيي ما كان داخلي، لأنه خلال هالسنة ما معقول، يعني إنه ما معقول خلال هالسنة ما يقدروا يلاقوا حل لا وزيرين مسيحيين أو لتوزيع حقيبة العدل أو الداخلية. بيضل بس إن حرصوا على أكدوا، كل المسؤولين كانوا عم بيقولوا وعم بيأكدوا إنه السبب داخلي، منه السبب طبعاً رح يقولوا السبب داخلي. طب هالمرة يمكن يكون فيها صدقية أكتر إذا بدنا نمشي أنه في حكومة والجو التفاؤل في حكومة من بعد الاتصال الإيراني الفرنسي. هل اليوم بتعتبر الكلام الإيراني الرئيس الإيراني وما قاله عن دعم تأليف حكومة لبنانية قوية قادرة على توفير حقوق الشعب اللبناني بتصدقوا عادة الإيراني؟ عندك شك بكلمة؟ إذا بدي جاوب بصراحة، يعني لأنه حكي أوكي حكي كتير حلو يعني، بس إنه كمان أنا بدي أشوف صورة رسمية، لأنه الحكي إنه أوكي إنه طبعاً إنه كل العالم بتأكد إنه كل العالم بده يسهلوا تأليف الحكومة، وما حدا بده شيء بتأليف الحكومة، ما حدا عنده مطالب، ما حدا عنده عم بيحاول ياخد مكاسب، وفريق جمهورية ما بده شيء وما بده التلت المعطل، وحزب الله انه كمان طوباويين كمان هن ما عم بيسألوا عن شيء. اوكي الحكي حلو. كيف اليوم نفسر هيدا الموقف الإيراني؟ يعني كان في كلام واضح تعاون فرنسا إيران وحزب الله من أجل تشكيل تأليف حكومة قوية. هلا هيدا احتمال، هلا في احتمال يكون صار في
نعم للصفقة أو الاتفاق بين فرنسا وإيران. نحن بنعرف إنه فرنسا هدفها إنه يضل في علاقات بينه وبين إيران، لأنه في مصالح، في مصالح، يعني في شركة توتال عندها كونترا مهم يعني مع الإيراني، إنه ما في شك إنه الفرنسيين بدهم يضبطوا العلاقة مع إيران مع التشدد تبعهم بالملف النووي. أي طبعا هلا الملف النووي، ملف النووي في تشدد، هذا موقف فرنسي ثابت على أيام لوران فابيوس، يعني وقت كان لوران فابيوس وزير خارجية كان موقفه كتير متشدد، وبعتقد حتى الموقف الأمريكي حاليا هو متشدد. طيب. مع هذا الموقف الإسرائيلي طبعا هيداك لحال. طيب بس بهالنقطة بالذات، يعني إذا كان في فرنسا عم تضغط على إيران، طب اليوم إيران ليش بدها تعطي ورقة الحكومة اللبنانية لفرنسا؟ يعني فرنسا هي بتمثل الولايات المتحدة الأمريكية، أو أنه يجب أنه هذه الورقة مثل ما بيقولوا أنه تعطيها للأصيل وليس للوكيل؟ إيه هلا في تنسيق يعني مع إدارة بايدن، تبين أنه في تنسيق بين إدارة بايدن وفرنسا وحتى السعودية. شفنا كيف سفيرة فرنسا وسفيرة الولايات المتحدة، أولا صار في اجتماعات بأوروبا بروما وبباريس بين وزراء الخارجية فرنسا والولايات المتحدة، بعدين مع السعودية وزير خارجية السعودية، بعدين سفراء بلبنان راحوا على السعودية. في تنسيق مع إدارة بايدن، في تنسيق بين فرنسا وإدارة بايدن. هلأ هل يا ترى صار في صفقة أو اتفاق أو ديل بين فرنسا وإيران بموافقة أمريكا؟ هذا واحد بده يكون فعلا عنده معلومات من مثل ما بيقولوا بالإنجليزي inner circle، يعني كتير دقيقة من الأوساط الحاكمة كان بفرنسا أو بإيران. لكن أنا ما بتكل على الحكي، الموقف الرئيس الإيراني كتير حلو إنه هو بده يسهل، طبعا ما راح يجي يقول لما بدي يسهل يعني. فبالتالي بدنا نشوف فعلا إنه إذا فعلا هذا الشيء راح يترجم على أرض الواقع، ولا بعنا بالنوايا يعني بالنوايا الحسنة يعني. مع الجو الإيجابي الموجود عمليا اليوم من دون يعني مع الحذر كمان إيجابي على حذر، بالنسبة لتأليف الحكومة بعده التيار الوطني الحر، إذا بدنا نقول امبارح موقف باسيل أنه لن يقبل ببقاء أنه سنة بلا حكومة، وعم بلوح كمان بالاستقالة من مجلس النواب. يعني حكما اليوم مين المستعجل يقلب الطاولة؟ مئاتي باعتذاره أو التيار الوطني الحر بتلويحه بالاستقالة من مجلس النواب؟ يعني مين اليوم مصلحته يقلب هذه الطاولة؟ شو له مصلحة التيار الوطني الحر أن يستقيل مجلس النواب؟ ما بعتقد التيار، ما بعتقد له مصلحة أنه يصير في انتخابات مبكرة. وضعه الشعبي والانتخابي ما يمكن 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 هون بهي النقطة بالذات يكتفي، إذا بدك تقول مع أنه ما عنده مصلحة بهذا الموضوع، يكتفي بمحافظة حزب الله على الغالبية له بمجلس النواب، بتكون كافية له. ايه طبعا اكيد حزب الله بده يحافظ على. طيب اذا انا هيدي بتكون كافيه له للتيار الوطني الحر لو انه خسر له كم مقعد؟ لا اذا صار في انتخابات ما فيهم يضمنوا نتيجه انتخابات حاليا. مش هناك حزب الله يعني بالنهايه القرار بيرجع لحزب الله، وحتى ما بيرجع حتى لحزب الله، القرار موجود بطهران. كل القرار؟ لا كل القرارات الاستراتيجيه لبعض استراتيجي القرارات موجودة بطهران، حتى منا بإيد حزب الله. هلا حزب الله بيقدر يرفع توصية، بيقدر ياخذ موقف إنه نحن بنلاقي إنه من المستحسن إنه يصير أو ما يصير انتخابات وكذا، بس القرار النهائي بالنسبة للأمور الاستراتيجية أو هذا الوضع بلبنان، إن كان على صعيد مجلس النواب أو الحكومة، هيدا ملف استراتيجي يعني منه ملف ما حد داخلي. من مصلحة إيران اليوم تشكيل الحكومة اللبنانية؟ هيك بالمطلق صعب واحد يعطي جواب، بدك تشوفي يعني إذا بدهم يسهلوا تأليف الحكومة مقابل شو؟ ولمين بدهم يعطوا؟ بيعطوا للرئيس ماكرون مقابل شو؟ أو بيعطوا للأصيل يعني إدارة بايدن؟ هون بدك تشوفي
الاقتصادات والمفاوضات، بطل في مفاوضات بفيينا أصلا، وقفت المفاوضات. وقفت، بس وقفت على كيف يعني، وقفت هذه المفاوضات بفيينا، بس وقفت عند أي حد؟ وقفت على تباعد، أكيد تباعد، بس أنا وقفت أنه ما في أمل بال العقوبات، عقوبات انه ايران اللي بهمنا هلا، بهمها هلا رفع العقوبات، انه ما بهمها ترجع تحيي الاتفاق النووي بدون ما يكون في رفع شامل وجدي للعقوبات. هذا الموقف الايراني حاليا. هون اداره بايدن الهيئه ما كثير عم تتجاوب مع الصعيد، أقله علنا. هلا من تحت الطاولة شو عم بيصير في حكي، هذه كمان هذه معلومات استخباراتية ما صعب الواحد يحصل عليها يعني. البعض بيعتبر اليوم أنه هيدا الوضع اللي نحن فيه هلا عمليا، لا اعتذار، لا اعتكاف، لا تشكيل حكومة، يلائم العهد بمكان ما، عم بيلبي رغبات وطموحات رئيس الجمهورية والتيار. يعني برأيهم يلي كانوا عنده تحفظ على الطائف، اليوم تجاوز اتفاق الطائف عمليا. ايه بس انه ما ممكن الوضع يستمر هيك يعني. كيف بده ينتهي هذا الوضع؟ هلا ما في شك انه في مكان ما لازم اعادة الوضع، اعادة النظر بالصيغة السياسية، بس كل القصة قصة توقيت. انه حاليا التوقيت منه مناسب ابدا لإعادة طرح موضوع الحكم او الصيغة السياسية بلبنان، لانه الوضع ما بيسمح يكون في حوار جدي وحوار موزون حول طريقة الحكم يعني بلبنان. إنه ما في واحد يتحاور مع حزب بيطلع كان يومين ثلاثة بيهدد وبده يحرر القدس وبده يحرر كل دول الخليج. إنه بهيك جو ما في الواحد يكون في يفتح حوار يعني سياسي جدي. ما في شك إنه ضروري يكون في إعادة نظر بصيغة الحكم، بس مش بالوضع الحالي يعني. طيب بس انه بمنتهى الاحوال انه الانهيار عم يستثمروا بالانهيار، يعني في انهيار الدوله ما عم بتطلع فيه، وكانه راضيين عن هذا الانهيار، رح يوصلوا الى مكان ما لطرح هذا الامور. يعني ما ضروري يكون التوقيت هو اليوم، يمكن مش بقى قصه سلاح اليوم، التوقيت الناس في مرافق انهيارات، وبالتالي صرت بدك حيالله شيء تعمل نظام سياسي جديد. هل هذا يشكل أرضية للعبور إلى المؤتمر التأسيسي، إلى المتالتة؟ هل يمكن للتيار الوطني الحر والعهد أن يغطوا مثل هالمؤتمر؟ أنا برأيي اللي عم بيصير هلا هالانهيار يمكن هدفه الوصول للمؤتمر التأسيسي أو الوصول لانهيار مؤسساتي دستوري سياسي لإعادة طرح صيغة الحكم. ممكن تكون هاي استراتيجية حزب الله. بس حتى أيضا الانهيار كمان بالنسبة لحزب الله والإيرانيين، حزب الله والإيرانيين شاطرين كتير بلعبة الشطرنج يعني، عندهم بالنسبة لهم عندهم نظرة استراتيجية للأمور وبيخططوا على مدى بعيد يعني، بيخططوا مثل بالشطرنج على كذا كومة ما بيقولوا بالشطرنج. أكيد هدفه حزب الله يوصل لمؤتمر تأسيسي. لكن نرجع لقصة التوقيت يعني، حتى بالنسبة لحزب الله هو بده يدرس التوقيت تبعه، إمتى التوقيت المناسب يطرح الموضوع. بتعتبر اليوم قرب من هذا التوقيت؟ لمت ما ماشي الأمور نعم، يعني عم تروح بهالاتجاه. بهيدا هلا بحاجة له مثلا بعد، طالما انه عم تقول يعني قربنا له، بس انه شو بعد؟ هلا في قرار، مش هيك القرار منه محض لبناني يعني، ممكن حتى بهالموضوع القرار منه بايد حزب الله، هو قرار له بعض اقليمي ودولي. انه هون فرنسا اكيد لها موقف، وحتى يمكن الولايات المتحدة، يمكن ما بعرف انه في
في طرح بيقول انه الاداره الامريكيه ما سالناني بقى عن لبنان عن البلد وهم غير محل، لكن بمكان ما ما بتقدر الاداره الامريكيه تغض النظر بشكل كلي وتام عن الوضع بلبنان بسبب حزب الله، بسبب وجود حزب الله. فبالتالي التوقيت أو شكل النظام السياسي الجديد هذا مرتبط بقرار إقليمي ودولي، يعني حتى دول الخليج والسعودية إنهم كلمة كمان، إنهم مفروض يكون إنه موقف بهالخصوص. يعني اليوم ميزان القوة إذا بدنا ندرسه ما زال يميل إلى محور الممانعة عمليا، مش بالضرورة. ليش؟ مش بالضرورة، يعني شفنا مثلا أنه استيراد النفط الإيراني ما حدا حكي شيء، هلا تيوصل النفط يعني الإيراني، طب رح نعتبر أنه صار ببنياس وجاي. إذا جينا نحكي بالكهرباء، يعني الغض النظر الأمريكي عن استجرار الطاقة الكهرباء والغاز من الأردن ومصر عبر سوريا، كمان فيها غض نظر بالنسبة لقانون قيصر وما شابه. اليوم هن عم يعتبروا أنه هيدا كسروا، يعني فريق الممانعة عم يعتبر أنه كسروا قرار قانون قيصر، وبالتالي أنه عنده نقطة إيجابية على الولايات المتحدة الأمريكية. يا ترى وجهة النظر هذه صحيحة أم لا؟ يعني اليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي عم تعطيهم ورقة رابحة لإيران ولا حزب الله؟ مش هذا قرار قصة الغاز المصري والكهرباء من الأردن، هذه خطوة كتير تنقول آنية، وما بعتقد إلى بعض استراتيجي أو سياسي على مدى البعيد، يعني لأنه بالنهاية الوضع وضع النظام بسوريا والوضع السياسي بلبنان الموضوع أشمل بكتير من قصة الكهرباء من الأردن والغاز المصري، أشمل ومعقد أكتر من هيك يعني. فبعتقد ما بعرف إذا بالوضع الحالي ما بعرف إذا فعلا القرار له بعد استراتيجي بالمعنى الواسع للكلمة يعني. فهلا شو هل يا ترى في تحت الطاولة مباحثات أو مفاوضات بين الإدارة الأمريكية والحكم الإيراني الجديد وفرنسا؟ هذا سؤال صعب يعني، واحد ما في يعطي جواب لأنه بده فعلا معلومات دبلوماسية أو استخباراتية كتير دقيقة. يعني صارت هذه التطورات من دون موافقة أمريكية؟ لا، ما أصلا الأمريكان هن طرحوا، هن طرحوا هن الشيء. طرحوا طيب حتى يعني وصول النفط الإيراني كمان، هذا قصة النفط الإيراني، خلينا ننتظر نشوف شو كيف راح يتطور، كيف راح تتطور الأمور. يعني أنت هون بقصة النفط الإيراني بتشك أنه يوصل على لبنان؟ على لبنان بشك انه يوصل على لبنان، اذا شيء بيوصل على بنياس على سوريا. طيب معناتها وصل على لبنان، بس معناتها الخط البحري، معناتها الخط البحري بالنسبه لايران سوريا لبنان مؤمن. ايه، معناتها خلينا نشوف كيف بتطور الامور. بعدين اذا وصل النفط على سوريا، ما في ازمه نفط كمان وبنزين بسوريا، اذا خليه يستعملوا هذا النفط يوفر علينا، مثل ما قال الدكتور جعجع يعني، خلينا يوفروا علينا تهريب و... طيب بس ارتسام مثل هيدا الخط البحري عمليا، يعني ايران سوريا ولبنان وصولا الى لبنان، يعني في تقاطع مصر روسي امريكي على الموافقه على هيدا الشيء. ايه، بس خلينا نشوف اذا غضوا النظر عن هيدي الصفقه عن بواخر، بدنا نشوف غضوا النظر مقابل شو. هيدا السؤال اللي مش كثير هين واحد يعطي ليه. هل يكون عليه؟ يمكن ان يكون يعني مقابل تسهيلات بالحكومه، ممكن بابا يمكن اعمق من اوسع من هيك. يمكن يكون الموضوع استراتيجي اقليمي اكثر من قصه الحكومه بلبنان، يعني مثلا مثل كيف بالنسبه للعلاقات او بالنسبه للوضع مع اسرائيل او كيف. هلا الوضع مع اسرائيل بين ايران واسرائيل، هلا هون بدي ارجع لتصريح نقل تصريح عن وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، عمله من جمعتين حكينا فيه، يمكن
من جمعتين صرح إنه بعد 10 أسابيع عملوا تصريح من جمعتين عن النووي، عن النووي إنه إيران راح تكون قادرة وتكون وصلت لمرحلة تكون قادرة تصنع السلاح النووي أو الأملة الذرية، تكون قادرة تصنع. شنو راح تكون إنه ديجا صنعت الأملة، بس بتكون وصلت لمرحلة بتكون قادرة تصنع الأملة الذرية. إذا هيدا شيء مزبوط مفروض من هلا لشهرين إنه يصير شيء، لأنه ما معقول الإسرائيلية يقبلوا إذا فعلا هيدا الوضع. هلا يمكن عملوا التصريح لاستهلاك محلي أو تيغلوا يعلوا السقف ضمن مفاوضات معينة، بس إذا فعلا هيدا شيء مزبوط مفروض من هلا لشهرين يكون في تطورات معينة، لأنه ما معقول إسرائيل تخلي إيران توصل لمرحلة تكون قادرة فعلا تقنيا وعلميا تقدر تصنع الأملة الذرية. دونك شو عم بيصير هلا على الصعيد، شو كيف عم تتطور الأمور بين روسيا وإيران، حتى إنه في معلومات بتقول إن حتى روسيا يمكن بدها تضغط على إيران بسوريا. إنه في معلومات منا كتير واضحة، إنه منا بس في شيء يمكن عم يتحرك على الصعيد الإقليمي. شو هو صعب نعطي جواب فعلا جازم وواضح على الوضع الإقليمي. طب لكن اليوم الملف الحكومي يلي بعدنا ناطرينه وساعة هب هيك وساعة بالشو اسمه، برأيك اليوم هل العهد بيكون مع حكومة بما تبقى من وقت، أو أنه عهد بلا حكومة؟ قدر مئات اليوم يشكل حكومة، مواصفات هذا الحكومة تراجعت عما سبقه. طبعا. ايه طب شو لكن تراجعت على المبادرة الفرنسية بالأول. ايه مظبوط. اوكي. انا برأيي لانه عمل لك طرح 24 حكومة 24 وزير، وهلا امبارح كان عم بيزتوا ورقة ال 14 وزير. لا هيدي مناورة صيغة ال 14 وزير. اذا واحد اذا بيشوف الاسامي مثلا بعطي مثلا، يعني حاطين اسم نائب ابراهيم كنعان، أنا بشك إنه حتى جبران بسيل يقبل يقبل فيه. دونك بعتقد هذه الصيغة مش جدية، منا جدية، لأنه الأسامي المطروحة إنه مش موضع ثقة. مش إنه مش موضع ثقة، بس إنه الصيغة ما بتمرق يعني. هلا لكن بالصيغة الموجودة ال 24 وزير، بتلاقي أنت اليوم رح يقدر مئاتي بالساعات الأخيرة إنه يشكل حكومة؟ هلا في طرح بيقول إنه يمكن رئيس مئاتي ما بده أو مش من مصلحته تتشكل الحكومة قبل آخر الشهر، تما يتحمل هو عبء رفع الدعم نهائيا عن المحروقات وعن الأدوية، وتما يمكن هو ما يتحمل هو عبء موضوع البواخر الإيرانية إذا فعلا وصلوا البواخر، فبالتالي يمكن مصلحته يأخر تأليف الحكومة تنكون قطعنا هلأ القطاعات يعني. طب بس ما هي ذات البواخر الإيرانية يعني إذا تأخر لآخر الشهر، بس عندك الملف الثاني الآخر يلي ما رح يخلص بي، رح يضل هو ملف استجرار الطاقة الغاز والكهرباء عبر سوريا. يعني اليوم أنت راح وفد وزاري على سوريا، هيدا ما رح يكون، ما رح يتسكر هيدا باب، سيبقى مفتوحا يعني. الرئيس ميقاتي عنده عبء عليه بهذا الملف، التعامل مع سوريا مع النظام السوري، يا ترى كيف بده يتصرف؟ لا هلا صافي هذا موضوع تقني، بس حتى هذا التقني عادة يعني أي موضوع تقني رح يكون فيه له بالداخل جانب سياسي، استثماره بالسياسي. بس حتى هيدا قصة الغاز المصري، في موضوع يمكن بعد ما نبحث، وهو إنه سوريا شو بدها تطلب تعويضات من لبنان تتسهل الأمور، قضية الكهرباء من أردن أو الغاز من مصر، أكيد بدها تطلب تعويضات معينة. تعويضات مالية ولا شو؟ مالية. إنه فيها تطلب تعويضات خيالية، يمكن لبنان ما يكون قادر يتحملها يعني.
انه ممكن يكون في فخ هون. هلا من حيث المبدا هيك النظام السوري قال ايه نحن بدنا نسهل الامور وبدنا نساعد الشعب اللبناني، قال لهم 30 سنة عم بساعدوا الشعب اللبناني، شفنا كيف ساعدوا. طيب حتى بآخر اللبناني. بآخر اتفاق بين بين الدول الرباعية اللي بتجتمع بكرة نهار الأربعاء بعمان، كمان لآخر تكي في إحدى الدول انسحبت من توقيع الاتفاق يلي مثل هلأ يلي عم نكرره. شو بيضمن اليوم أنه هذا الاتفاق ما يلاقي معارضة من إحدى الدول الثانية؟ يعني أنا برأيي إذا بدك تعرق الاتفاق بيكون عم تعرق من سوريا، انه سوريا فيها تعرق له، وتعرق له اولا لتحصل على مكاسب ماليه اولا، وثانيا سياسيه. طيب يمكن تطلب انه الحكم بلبنان انه يرجع يحيي العلاقات بشكل رسمي، او يرجع يحيي الاتفاق اللبناني السوري. مشان هيك شفنا نصري خوري بعد غياب طويل رجع برز هيك فجأة نصري خوري، انه هيدا موضوع خلافي مع انه صار كبير بالعمر كمان. هيدا موضوع خلافي عمليا، والحكومة اللي بدها تتشكل عمليا يعني رح يكون فيها وزراء من تيار المردة، من الكل، من فريق الثمانية أدار عمليا، يمكن يقدروا يقبلوا بهيدا الإحياء. ايه بس هلا صارت المشكلة انه ضمن فريق 8 اذار انه في عملية شد حبال، انه فريق رئيس الجمهورية هو لوحده بده حصة وزن، عشان هيك عم بيقولوا 3-8 يكون في 8 وزراء لكل فريق. يعني هون عم بيصير في شد حبال، عم بيصير في كل فريق طبعا بده يحصل على حصة معينة. بس كمان برجع بقول انه قرار تسهيل او عدم تسهيل تشكيل الحكومه انا برايي ما مرتبط بتوزيع الحصص، لانه لو فعلا العائق هو كان تحصيل توزيع الحصص والحقائب، انه خلال سنه بعدين كانوا لقوا حل. انه ما معقوله، يعني انا ما بصدق انه خلال اكثر من سنه كان الخلاف على وزير مسيحي من هون ومين بده يسلم العدل او الداخليه، هيدي ما معقول ما يلاقوا حل. يعني لو فعلا القرار فقط داخلي، مش هناك انا بعتقد العائق كان اقليمي. اقليمي عم يترجموا حزب الله عبر التيار الوطني. ايه طبعا انا مثل عادي حزب الله هو ما بيواجه هو مباشرة، بيواجه من خلال حلفاء او ادوات محليين. بس شفنا باليومين الاخيرين كان وكانه عم يدعم تشكيل الحكومة، يعني مثلا إعادة تفعيل مبادرة اللواء عباس إبراهيم، تحرك على جهة التيار. هل هيدا عنده يعني مثل بقوله ناويين على الخير ولا لا؟ هلا في موضوع الوضع الداخلي بالبيئة الشيعية، ما في شك إنه الانهيار الحاصل والأزمة المعيشية والاقتصادية والمنية انهيار أثر كتير على البيئة الشيعية، ما في شك. هل يا ترى حزب الله شايف انه ما ممكن يحمل بقى انه يستمر يعني انهيار حتى على صعيد البيئة الشيعية، فبالتالي من مصلحته انه يكون في حكومة توقف الانهيار اقله، تما الشيء الانعكاس السلبي ما يزيد على صعيد الشارع الشيعي؟ ممكن. بس كمان بعد مرة انا كمان انه مثل دوما هالمواقف انه نشأت في كتير مواقف وعلانية وتصريحات وكذا، مهم النتيجة لوين بدها توصل النتيجة. يعني بيقولوا خلال 48 ساعة رح ننطر 48 ساعة ان شاء الله. بكرة الثلاثة اكيد ما في حكومة، لانه في حداد على الامير. ان شاء الله الاربعة ما يطلعوا كمان اخر تكة انه مختلفين على شو. هلا في موضوع كمان نطرح اخر مدة، وهو انه الحكم ميزا كان يقال انه كان عم بيطرح اتفاق مسبق على تعيينات معينة، انه حاكم مصرف لبنان وقائد الجيش وشو. هيدا كمان ما بعرف اذا
انا معد ما انطرح الموضوع، ما عاد انطرح الموضوع، لكن ممكن هيدي كمان يرجعوا يحطوه على الطاولة، انه بدنا اتفاق مسبق على التعيينات. على تعيينات المراكز الأساسية، يعني المدعي العام تمييزي وهذه شغلة ما كمان، بيقبل فيها مئاتي برأيك؟ هذه كمان شغلة منها شغلة خطرة يعني. يعني موضوع حاكم مصرف لبنان بغض النظر عن الشخص، هل يا ترى ممكن إن يتعين حاكم جديد لمصرف لبنان ما يكون حزب الله وهو له رأي فيه؟ الرأي، مش الرأي الراجح فيه؟ هذا شغل منا لعبة بس يعني. حد لحديت هلا الحاكم يحظى بعده، اذا بدك تقول كمان هن يعني ما عنده مشكلة مع حزب الله شخصيا، ايه بس يمكن بتحس انه الجو اكثر عنده عداء اكثر مع العهد وليس مع حزب الله مين؟ حاكم مصرف لبنان. ايه كمان، بس انا ما بتكل على المظاهر يعني، انه عملية انا بعتقد حزب الله له مصلحة يتعين حاكم مصرف لبنان يكون موالي له اكتر من الحاكم الحالي يعني. بتصور طب بده يكون من الطائفة المسيحية فينا؟ ممكن مش انه عم نطلب مداورة. لا هلا حاليا ما بعتقد راح يطرح الموضوع من الناحية يعني. هلا بعدين بعد كم سنة إذا بيرجع بيطرح الموضوع ما بعرف، بس إنه حاليا ما بعتقد إنهم بيضلوا يلاقوا مروني يكون هل بتعتبر أستاذ ميشيل توما اليوم من بعد هذا الكباش السياسي الحاصل الرئيس ميشيل عون عمليا هل يطمح للبقاء في بعبدة؟ يعني في تجربة 89 و90 بعد ما نسيناها يعني. يمكن لسوء الحظ لازم ننتظر كل شيء يعني من العهد الحالي يعني. يعني اليوم عبيم يعني عنده إمكانية دستوريا لإيجاد مثلا عمليا أنه إذا ما في رئيس ما صار في انتخابات أو شيء. وخاصة إذا بقيت حكومة تصريف أعمال، بيظهر القاضي بيتر جيرمانوس عامل دراسة. عامل، بيظهر هو بيقول كان عامل دراسة بتقول إنه إذا ما كان في حكومة عن حق أصيلة. وحقيقي يعني أصيلة، وكان في بس حكومة تصريف أعمال، رئيس الجمهورية لازم يضل يستمر يعني بالحكم لحين انتخاب رئيس جديد. هيدا اللي شاهدناه سنة 89 يعني، وقت ميشيل عون قال إنه أولا الحل مجلس النواب، هو أصدر مرسوم بحل مجلس النواب سنة 89 وما كان بده يفل يعني. ففي سابقة، هلا تغير الوضع طبعا، القرار بطل هو بإيده، القرار كمان إقليمي إيراني. إيه أكيد يعني. هل يا ترى الإيرانيين بدهم إنه نوصل لهالمرحلة؟ كمان لازم طب ننتظر اليوم نشوف. لكن بهيدا الوضع السياسي اللي عم نشوف انه ما في موقف بكركي، كان نعم هذا النداء اخر نداء كان عالي السقف، آه. لحديت هلا بكركي لم تؤثر في الاحداث. هلا بكركي انه ما بتفوت بلعبة سياسية داخلية. بكركي وهذا شيء مش جديد يعني، من خلال على مر التاريخ على طول كان هيدا موقف، وسياسة بكركي بتوضع مش خطوط حمر يعني، خطوط عريضة لا مشروع وطني يعني. مثل ما صار ايام الكاردينال سفير بالنسبه للوضع الوجود السوري. بالمسار القائم اليوم والعهد يلي ماشي فيه، يعني عمليا في ابتعاد كبير عن الخطوط العريضه يلي حطتها بكركي. ابتعاد من قبل مين؟ من العهد. العهد ايه اكيد، العهد طيب عنده يعني اليوم عمليا اجنده مختلفه عنده ابدا اجنده عن كركي. مختلفه، بس بمكان ما يعني صار صعب من بكركي إعادة المسار إلى الخطوط يلي عم تطرحها، لا لا صار بعيد. لا، المشروع اللي عم تطرحه بكركي يعني الحياد والتصدي لمشروع تغيير وجه لبنان، هيدي خطوط عريضة أساسية طيب بس وطنية. الواقع عم بيتجاوزهم، يعني عمليا انت اصبحت
رحت فيها خلصت يعني، وهن يعني صار الطرح تبع بكركي عمليا متأخر جدا عما عم بيصير في سياسة قدم داخلية، إن كان بالأجندة الإقليمية إن كان بحيالله ما صار. لا مش هيك، مهم جدا انه ضل بكركي على موقف على مشروعه، ومهم جدا كل القوى السياسيه السياديه وكلها انه تدعم هالموقف تا انه نعلي صوت على الصعيد الدول الكبرى، بس توصل لمرحله الاتفاق ما مع ايران او مستوى اقليمي، بس يوضع الاتفاق الدولي او الاقليمي مع القوى الاقليميه انه يعرفوا انه في بلبنان قوى مهمه واساسيه ترفض انه تغيير وجه لبنان، ترفض انه يضل لبنان ساحه للصراعات الاقليميه، ويعرفوا الدول الدول الإقليمية والدولية إنه اللبنانيين ما راح يقبلوا إنه يستمر الوضع مثل ما هو هلا. فمش هناك موقف بيركي أساسي، ولازم بيركي عم تعلي الصوت. يعني آخر موقف لمجلس المطارني كان يعني يمكن شبيه لنداء أيلول 2000، أوكي، وقت قال إنه بيطلبوا من شعب لبنان يتصدى لمحاولات تغيير وجه لبنان. بعد عنده الشعب اللبناني قوة للتصدي؟ مع كل المآسي اللي عم بيعيشها طبعا، انه تعب الشعب اللبناني، لكن عم نعيش أزمة وجودية، ما عندنا خيار تاني إنه نتصدى للمحاولات. وقت بنضل نتصدى ما معناتها نفتح حرب جديدة، حرب عسكرية، لكن إمكانيات المقاومة، نرجع نطرح موضوع المقاومة. المقاومة ممكن تاخد عدة أوجه، ما ضروري بس تكون مقاومة عسكرية، ممكن تكون مقاومة اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، إعلامية، سياسية. من هون أهمية موقف كركي، ومن هون ضرورة أنه كل القوى السيادية والعابرة على الطوائف، يعني مش بس المسيحية، أنه تاخد موقف كتير واضح وموقف حاسم وجازم تأييدا لمشروع بكركي. لأنه ما فينا نتهم البطرك الموروني أو بكركي عم بيلعبوا لعبة سياسية تقليدية أو لعبة حزبية أو انتخابية، عم تاخد موقف وطني. وبعتقد حتى في أطراف غير مسيحية أيدت المواقف بكركي من هون. هذا شيء بعتقد مهم جدا، أنه هذا شبيه للوضع 2005. يعني وقت بنرجع بنطرح ضرورة المحافظة على مشروع 14 آذار، بغض النظر عن التكوين الحزبي أو السياسي ال 14 آذار، مش هيدا المهم. المهم هو المشروع السياسي ل 14 آذار، اللي هو المشروع السيادي، مشروع حياد لبنان، مشروع بناء الدولة. هذا هو مشروع 14 آذار. يجب العودة لمشروع 14 آذار. هل تعتبر عندك خشية وما مخيوف أن يكون في لدى المجتمع الدولي مشاريع أخرى للحلول؟ يعني ما رح تكون أنت، رح يكون حل لبنان الأزمة بلبنان بإطار حل أكبر وشمولي أكثر في المنطقة. يا ترى لبنان وين بدها تكون حصته عمليا بمناطق النفوذ؟ هل رح يكون مثل ما هلا، يعني إذا كان حزب الله هو الفريق الأقوى حكما رح يكون له الحصة الأكبر بالنفوذ ولا لا؟ مش هيك ضروري نضل نعلي صوت ويكون في تأييد واسع لمشروع بكركي، تا بس بدق ساعة الاتفاق الشامل الإقليمي الدولي يكون صوتنا مسموع. ما يكون في سنة 2005 الأول بأذار ونيسان 2005 الأمريكان ما كانوا كتير محمسين للانسحاب السوري، كانوا عم بيطرحوا إعادة تموضع للقوات السورية بالبقاع. لبال كان في موقف أمريكي لقوة اللي صاروا بعدين 14 آذار، إنه ما تحلموا كتير، وقال خليهم ينسحبوا للبقاع. هلا وصلنا للانسحاب التام لأنه صار في جبهة
داخلية عابرة للطوائف أخذت موقف كتير واضح وحاسم عم بطلب انسحاب سوريا. يعني بس يكون في موقف موحد، خاصة موقف عابر للطوائف وموقف كتير واضح، ساعات ممكن ساعات ينسمع صوتنا. شو الظروف يلي بدها تخلي مثل هيدا الموقف انه يبين؟ يعني اليوم الشعب اللبناني عم بيجوع، اليوم هيدا الشعب عم بيجوع وهيدا عابر للطوائف، بس ما شفنا لحديت هلا اي فكره جامعه لهالشعب اللبناني يقوم. يعني عم بينظر 7 ساعات على البنزين وما شفنا انه قرر انه يعمل شيء. يعني هيدا شيء بيرجع للقوى السياسية، مش هيك؟ مفروض الأحزاب والقوى السياسية، وهذا شغلة كتير مهمة وأساسية، الأحزاب لازم تتخطى حساباتها الحزبية والانتخابية وحتى يمكن الشخصية، تا يكون في موقف جبهة سيادية بغض النظر عن الحسابات الحزبية والانتخابية. بالحرب العالمية الثانية المقاومة الفرنسية كانت تضم شيوعية واشتراكية وليبراليين وديمقراطيين ومستقلين وحتى يمكن يمين متطرف، كانوا كلهم ضمن المقاومة الفرنسية ضد الاحتلال النازي. هون ما في شيء بيمنع نظريا، عم بحكي انه مش بس ما في شيء، في ضرورة انه الاحزاب مثل ما صار بفرنسا مع المقاومة الفرنسية، انه الأحزاب تتجاوز حساباتها الحزبية الضيقة أو الانتخابية لتكوين جبهة واسعة للوقوف في، مثل ما قال بيان المطارنه، في خطر على وجه لبنان، على وجه لبنان، وحتى في خطر بزوال لبنان. زوال مش إنه جغرافيا الأرض ما رح تتبخر، يعني بس نحكي عن زوال لبنان، يعني وجه لبنان الانتخابات. البعض كلهم سوا عمليا دخلوا بموسم الانتخابات اذا بدنا نقول، عم بيستعدوا لهذه المرحله، عم يعتبروها انه بدايه التغيير، من كان بالانتخابات الرئاسيه او البلديه او النيابيه. هل انت مطمئن اول شيء الى انه الانتخابات ستجري؟ واحد. وهل يمكن لهذه الانتخابات أن تحدث التغيير المطلوب لحتى على أساس عم نعمل تغيير من جوات المؤسسات الدستورية؟ أولا إذا تجري، إذا الانتخابات رح تصير ولا لا، في خطر فعلا أنه ينسفوا الانتخابات. شو دور المجتمع الدولي هون؟ هلا هون برجع لموقف فرنسا. يعني فرنسا هي البلد يمكن الأكثر شيء مهتمة بلبنان لأسباب تاريخية وحضارية ولأسباب تاريخية. إذا فرنسا فعلا بدها تساعد لبنان، بدها تساعد لبنان على 3 أصعدة. أولا على صعيد الاجتماعي، يعني أنه تسمح للمجتمع اللبناني، يعني ما بدي أقول المجتمع البدني، للمجتمع اللبناني، يعني على صعيد المستشفيات والمدارس والجامعات وحتى بعض القطاعات الاقتصادية، أنه يقفوا عجرين ويصمدوا بوجه الانهيار الحاصل. هون لازم اعترف أنه في محاولات لفرنسا أنه يوصلوا المساعدات مباشرة لهالقطاعات المدنية، أو ما بدي نسميهم مجتمع مدني، لهالقطاعات المحتاجة والاقتصادية، يعني مدارس وجامعات ومستشفيات. هذا شيء أساسي مهم. ثانيا مطلوب من فرنسا إذا فعلا بدها تساعد لبنان أنه توقف بالمرصاد لأي محاولة ضمن المفاوضات الدولية أنه نتيجة المفاوضات تكون ضد مصلحة لبنان السيد، يعني وأنه تكون المفاوضات تعترف بحياد لبنان وباستمرارية لبنان وخاصة بسيادة لبنان. هون فرنسا فيها تلعب دور، تكون هي فعلا بالمرصاد، يعني لأنه يمكن الأمريكان ما بتفرق معهم، ودجاهن عم بفلوا من المنطقة، يمكن عم بفلوا من المنطقة، منه كتير سألينين وكذا. بس إذا وجدوا أنه أولا داخليا في تيار قوي وفي جبهة قوية عابرة للطوائف بتضم مثل سنة 2005، يعني
بغض النظر عن موقفنا من الأحزاب وبعض الشخصيات. مش مش هذا وقتها. المهم هلا، مش وقتها هلا. بس إذا حتى الأمريكان إذا شافوا إنه في فعلا جبهة داخلية قوية عم بتعلي صوت وعم ترفض الأمر الواقع، وإذا بنفس الوقت فرنسا واقفة بالمرصاد تفرض أي حل أو أي اتفاق دولي بمس بسيادة لبنان، ممكن هون يتغير الوضع يعني، أو ممكن هون ساعتها الحل الدولي والإقليمي النهائي أو الشامل إذا وصلنا له نقدر نفرض ما يكون ضد مصلحة لبنان. هذا لا يعني، وهذه شغلة كمان أساسية، إنه مش المطروح زوال حزب الله كحزب، مش هذا المطروح، إنه بالنهاية إنه مصير حزب الله كحزب مفروض الناخبين الشيعة هن ياخذوا قرار، هن بتصويتهم يقرروا إذا بدهم إنه يتمسدوا بحزب الله ولا لا. أوكي، على شرط طبعا الانتخابات تكون نزيهة، طبعا نزيهة ديمقراطية، ما يكون في ضغط ميليشيوي، هذا طبعا شرط أساسي. لكن الشيء اللي لازم نفرضه إنه حزب الله ما يكون أداة لسياسة توسعية إقليمية، هذا المهم. يعني بنرجع لقصة الحياد، يعني مطلوب إنه حزب الله يكون حزب سياسي مثل كل الأحزاب. أوكي، هون بنرجع لطرح الإمام محمد مهدي شمس الدين، إنه هذا كان طرحه وقت وجه نداء للشيعة، طلب منهم بطلب منكم ما يكون عندكم مشروع شيعي، كان قصده هيك، كان قصده ما يكون إنه الشيعة ما يكون ولائهم لمشروع إقليمي توسعي لبنان ما له دخل فيه يعني. فهذا إنه الضغط لازم يصير بهالاتجاه، إنه الحل يكون حل ما يكون ضد مصلحة لبنان الكيان أو وجه لبنان الحضاري أو سيادة لبنان. هذا المطلوب، مش مطلوب زوال حزب الله كحزب. طيب بس هيدا إذا بدنا ناخد بس بآخر حديثنا أستاذ ميشيل تونا، عم بتعول كتير على فرنسا، وأنا إذا بس بدك تاخد فكرة يعني المجتمع الدولي ما زال يتعاطى مع هذه السلطة، فرنسا والفاتيكان، فرنسا والفاتيكان وكلهم وأمريكا يتعاطون مع هذه السلطة السياسية القائمة، هي ذاتها يلي هي مسؤولة عن كل الفساد وما شابه ولما وصل البلد إلى الانهيار، ويعولون على هذه السلطة بإنتاج حكومة جديدة، وهي أنه بدها تنظم انتخابات وما شابه. يعني التناقض يلي الآن في المجتمع الدولي، من جهة بيجي بيقول هذه السلطة بتكون تتعاطوا معها، ومن جهة تانية بيطالب بالإصلاحات وما شابه من السلطة ذاتها يلي هي يعني المجتمع الدولي. أنا ما عم بلاقي له بعد صحيح، بس شو المسار البديل؟ يعني بالنهاية إذا بدنا نغير السلطة كيف نغير السلطة؟ يا بصير في انقلاب، ايه؟ بصير في فعلا ثورة شعبية مثل ما صار بالثورة الفرنسية، أو إذا ما في إمكانية انقلاب بعدين بلبنان ما بيمشي، والثورة الشعبية كمان إنه مش كتير وايدة. فبالتالي شو المسار البديل تنغير السلطة؟ غير الانتخابات، بس عشرت انه يكون في ضغط دولي ومراقبة دولية تتكون انتخابات بحد أدنى من الجدية والنزاهة. طيب لكن اليوم شو الحل الثاني؟ شو المسار الثاني؟ بانتظار مسار الانتخابات يلي بأيار الجاي مبدئيا، حتى ما نكون شو اسمه الحكومة، هل رح يكون في تشكيل حكومة انتخابات؟ في ضغط دولي، ما في شك انه في ضغط فرنسي وأوروبي لتشكيل الحكومة، أولا لوقف الانهيار، وثانيا إجراء الانتخابات. إجراء الانتخابات يعني مع العلم ممكن يعمل انتخابات بالحكومة، حكومة تصريف أعمال، بس طيب. لوقف الانهيار لأنه ما فينا نكفي هيك سنة يعني أكيد. بس عندك هلأ 48 ساعة بك تنطر. نرجع على رح نرجع على مرطومة يعني طيب نرجع على مرطومة، رح ترجع لعن توما وتقول شو في حكومة ولا ما في حكومة؟ لا فعلا انه صارنا سنة، فعلا صارنا سنة
عم نسمع كل جمعة إنه خلص استويت، وبعد يومين وبآخر جمعة وأول جمعة الجاي ونهار الثلاثة، إذا مش الثلاثة الخميس وخميس اللي بعده وآخر تكة بيرجعوا بيختلفوا إنه وزارة العدل ولا الداخلية الثلث معطل لا ما بدنا، هيدي كلها بعتقد مسرحيات. يعني سؤال، هل صار في قرار دولي إقليمي لتسهيل تأليف الحكومة؟ يعني بمعنى آخر صار في اتصال بين الرئيس الفرنسي والرئيس الإيراني. يعني الرئيس الإيراني عمل تصريح حكي حكي كتير حلو، بس إنه لازم يترجم لأمر الواقع. هل يا ترى على الصعيد الإقليمي الدولي في معطيات استجدت سمحت بتسهيل تشكيل الحكومة؟ هذا لازم ننتظر نشوف. يعني سؤالك دغري جاوبك، سألت جاوب دغري فيه، تكون صريح ما بعرف. ما بعرف، لا تعرف، لأنه يمكن استجد شيء، يمكن أصعيد الوضع الإقليمي، أصعيد العلاقات بين روسيا وإيران وفرنسا، يمكن في أشياء استجدت ما بعرف. بس تكون صريح يعني، و صعب واحد يعطي جواب هيك يعني. رح ننطر 48 ساعة. الصحافي والكاتب السياسي ميشيل توما، بدي أشكرك على هذه الحلقة من مانشات المساء، ولهون بتخلص حلقتنا. بدي جدد شكري للسيد ميشيل توما، كمان بدي أشكر المخرج جوزيف كريم. دعاء حمصي فرح كانت معكم من وراء الميكروفون، شكرا للمتابعة. هذه هي صوت لبنان.